تشاهدون في هذه الحلقة: مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز يعاود تقديم خدماته لعلاج المرضى في المبنى الرئيس بعد إعادة تأهيله وإصلاح أضرار الحرب. في مناطق جنوب تعز، ريفيون يمتهنون العمل في قطع الأشجار ويتكسبون من بيع الخشب والحطب. مشتل صغير للزهور والورود شاهد حي على كفاح راحل تمكن من تحويل مكب للنفايات شرق المدينة إلى مسطح أخضر. مرحبا بكم من جديد. في المستهل وقفة سريعة مع أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. دشن مكتب الصحة والسكان بتعز دورات تدريبية في إطار برنامج شبكة العاملة الصحية المجتمعية المرحلة الثانية، ويستهدف البرنامج الذي ينفذه المكتب بدعم من منظمة اليونيسف في مديريات المخا، ذباب، الوازعية وموزع 48 مشاركة على مدى شهرين من خلال إكسابهن المهارات اللازمة التي تؤهلهن لتقديم خدمات صحية راقية للمجتمع. مشاهدينا، مثل افتتاح مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز بعد توقف دام لسنوات بفعل الحرب على المحافظة، مثل نافذة أمل للمرضى الذين يرون في عودة المبنى الرئيس للعمل بعد تأهيله خدمات علاجية أفضل بسبب السعة الكبيرة للمشفى التي تشكل بيئة صحية ملائمة. مع ألعاب التسالي على شاشة الأيباد، يحاول الطفل عبد الله خليل قضاء أوقات ممتعة تنسيه أوجاع وآلام لا تكاد تبارح جسمه الغض جراء إصابته بمرض السرطان. غير أنه مع كل مرة يبتسم الصغير متفاعلاً مع ألعابه المفضلة، يغمر الأب المثقل بمعاناة المرض شعور بالفرحة، لا سيما وهو يرى عبد الله حين اتكى على الأريكة المريحة لممارسة اللعبة في أجواء هادئة تعم المكان. والحمد لله مركز كبير وأقسام متسعة وغرف كثيرة وأسرة كثيرة. وصولنا هنا إلى المركز لمتابعة علاج الطفل عبد الله خليل لاستخدام العلاج الكيماوي بعد أن استمرنا فترة طويلة لعلاجه في صنعاء. إعادة العمل بشكل كلي إلى مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز وتدشينه رسمياً بعد توقف استمر لسنوات جراء الحرب على تعز لم يكن بالأمر السهل، فالإنجاز جاء كتتويج لجهود كبيرة في الترميم وإعادة التأهيل مع التأثيث. ومع ذلك لا تزال الطموحات قائمة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية في المركز الرئيس إلى أفضل حال. نطمح أن تكون ندخل خدمات جديدة، لدينا أمل في إدخال مثلاً الأجهزة التشخيصية، أجهزة المحور الطبقي، الرين المغناطيسي، أجهزة الفلوستيومتري في المختبر، أجهزة البي سي آر، يعني هناك أجهزة نحن الآن نسعى إلى إيجادها في المبنى الجديد. تشير التقارير الطبية إلى أن محافظة تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية في الإصابة بمرض السرطان، وبنسبة بلغت 14% من إجمالي الإصابات، وهو ما يجعل من افتتاح المركز أمراً في غاية الأهمية، سيما وأن مركز الأمل لعلاج الأورام لا يستقبل الحالات المرضية من تعز وحسب، إنما من محافظات عدة. لدينا مرضى إلى هنا يأتون من إب ومن لحج ومن الضالع ومن الحديدة أيضاً، نتحدث عن حالات أخرى من بقية المحافظات وإن كان العدد قليلا. فيما يتعلق بما قدمنا، نحن قدمنا خلال 2019 فقط في المبنى المؤقت سابقا قدمنا أكثر من 143 ألف خدمة لمرضى السرطان. وبحسب القائمين على المشفى، فإن مركز الأمل يقدم خدماته الطبية والعلاجية، بينها العلاج بالكيميائي والعمليات 8000 مصاب بالسرطان،
ما يعني أن العمل بالمركز الرئيس بعد تأهيله سيسهم في التخفيف من الازدحام وتوفير خدمات تناسب متطلبات هذا النوع من المرض الذي يتطلب أغلب حالاته علاج مستديم ورعاية طبية مستمرة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور علي هزبر المدير الفني لمركز الأمل لعلاج الأورام بتعز. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا بكم، أهلا في قناة بلقيس والتي دائما هي السباقة في نقل الأحداث، وحدث اليوم هو حدث جميل وحدث في نوع من الأمل. نعم بالتأكيد. نعم. هل سيعمل مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز بعد تأهيله بكامل طاقته؟ نعم، بعد التأهيل الحالي كل يعني المركز في كامل طاقته سيعمل، وقد بدينا منذ 4 أيام بالعمل. لو أتينا من الناحية العملية، هل هناك فرق بين المركز المؤقت والمركز الرئيس، وما هي الفائدة التي ستعود على المرضى بعد نقل العلاج إلى المركز الرئيس؟ والله الخدمة كانت هي نفسها. نحن عندما حدث الحرب قبل 5 سنوات بدأت الحرب إلى باب المستشفى هذا وتهدم جزء كبير منه، والحمد لله بعون الله سبحانه وتعالى كثير من المستشفيات الحكومية وغير الحكومية أو الخاصة أغلقت في تلك الفترة، ما عدا مركز الأمل لمرضى السرطان فكانت مع 3 أو 4 أيام فقط مرحلة النقل، ووجدنا مكان للعمل فيه ولم يتضرر أي مريض من تأخير علاجه في تلك الفترة، والآن والحمد لله نعود وهذا أمل كبير بعودتنا إلى مركزنا الحالي. كم عدد المرضى الذين يستقبلهم المركز؟ هل يقتصر على مرضى الأورام بتعز أم يستوعب مرضى المحافظات المجاورة؟ حقيقة أنه إلى الآن مسجلين في السجل لدينا ما أكثر من 8000 حالة. نحن في مركز الأمن لمرضى السرطانية كنا قبل الحرب وما زلنا نستقبل حالات من تعز ومن محافظات أخرى. إلى الآن رغم الحصار إلا أننا تأتينا حالات من مدن مجاورة، تأتينا من حديدة، تأتينا من إب، تأتينا من لحج، يأتون إلى هذا المركز والحمد لله بحكم الخدمة الجيدة، وربنا يوفقنا في هذا المجال. الكادر الطبي العامل بالمركز هل يتواجد بشكل كامل أم أن هناك من الأطباء من نزحوا تحت تأثير الحرب؟ ما مدى تأثير النقص في حال وجد نزوح من قبل هؤلاء الأطباء؟ والله في بداية الحرب قد كان كثير من الكوادر يعني نزحت إلى أماكن أخرى بحكم الحرب الذي وصل إلى وسط المدينة وبالذات وصل إلى وسط هذا المستشفى. ثم بدأ لكن الخدمة لم تنقطع عن المريض، يعني بدأ الخدمة ما زالت كانت مستمرة للمريض رغم قلة الكادر، كثير من الكادر منهم من نزح ومنهم من سافر خارج الوطن، إلا أن لب العمل كان موجود في تلك الفترة. بخصوص جهود الترميم وإعادة تأهيل المبنى، هل الدعم الذي تلقيتموه دعم حكومي أم من جهات أخرى، وما هي الكلفة الإجمالية لعملية الترميم؟ حقيقة نحن ننفق يوميا أو إذا قلنا شهريا أو نفقات كبيرة، فعملية الترميم هذه بجانب النفقات التي ننفقها للمريض لا تسوي كبيرة، رغم انه كانت النفقات كبيرة على حساب المؤسسة، والمؤسسة جزاها الله خير يعني تحركت في أماكن كثيرة، وفاعلين الخير هم الذي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. أيضا لا ننسى دور السلطة المحلية التي هي كانت المشرفة والتي كانت هي المراقبة على كل شيء في هذا الخصوص. نعم. في عادة المركز. يعتبر مرضى السرطان من أكثر الذين يعانون، وبالتالي التبعات تكون على المركز باعتبار أن علاج السرطان في الغالب مستدام. كيف تواجهون التكاليف العلاجية للمرضى بشكل دائم، خصوصا أن العلاج الكيميائي مجاني؟ حقيقة إنه مرضى السرطان
من الأمراض التي نستطيع أن نقول من الأمراض المزمنة. كثير من المرضى الذي استقبلناهم قبل سنوات، 5 سنوات 6 سنوات أو 10 سنوات لنقوم بداية افتتاح هذا المستشفى، منهم من تشافى تماثل الشفاء، لكن له عادوا، ما زال له رابطة في هذا المركز. أي أعراض تحصل له يوصل إلى هذا المستشفى، هو الوحيد يعني الموجود، ما زال له رقم طبي ويقدم له الخدمة اللازمة في أي مرض من الأمراض كان. والحقيقة أنه في بعض المستشفيات أو في قصور بالتعامل مع مريض السرطان، بحيث أنه أي مريض سرطان يحدث له أي وعكة صحية، فيضطر الطبيب في أي مستشفى سواء كان خاص أو حكومي، فيقول للمريض عليك مركز السرطان، رغم أنه المريض يكون في حالتنا في مرضنا الأساسي قد تماثل الشفاء. فلهذا عودة المريض حتى وإن كان قد تماثل الشفاء يعتبر سليم، إلا أن عودته إلينا يمثل نفقات مالية، وإحنا لا نقول له أنه خلاص يعني حسابك أنت، يعني أنه المريض مهما كان يرجع إلى مركز السرطان. لماذا لا تستقبله بالمستشفيات الأخرى؟ لماذا مركز الأمل بالتحديد؟ يعني هل التخوف من الأطباء أو عدم وعي يعني أنه مريض السرطان لابد أن يتعالج في مركز السرطان؟ هذا لابد أن يكون في وعي وفي جانب ضمير من الأماكن التي يصل إليها المريض السرطان سابقاً يعتبر. نحن لا نعتبره مريض، وإنه قد متماثل الشباب قد سليم بخير يعني، لا غير لم يستقبل مع الأسف من المستشفيات الأخرى. لو أتينا إلى تأثير الحرب والحصار المفروض على مدينة تعز على مرضى سرطان تحديداً، وهل هناك مقارنة ما بين أعداد المرضى قبل الحرب وما بعد الحرب؟ هل هناك تزايد ربما في الرقم؟ والله قبل الحرب كان المستشفى يعمل بجدية ونشاط، وتأتينا الحالات من جميع المحافظات، والحمد لله إن سمعة مركزنا مركز الأمل أو أورام السرطاني في تعز يعني سمعته جيدة بحكم تقديم الخدمة والتعامل الجيد مع المريض، وهذا يشهد فيه المرضى. المرضى عندما يسافروا إلى مدن أخرى وحتى خارج أقل فيعودون يقولون نحن نتلقى خدمة لديكم أفضل من نتلقى في أماكن أخرى، وهذه السمعة أيضا يأتي إنه المرضى يترددون بكثرة في تسامع من المرضى إنه يأتوا إلى مركز الأمر، وهذا يسبب لنا نحن نستقبلهم بكل ترحاب، لا غير يسبب لنا ضغط مادي. أي مريض يسجل لدينا فله كل المستحقات من العلاجات الكيميائية، من العلاجات الدائمة، من الأجهزة المحورية، الرنين المغناطيسي، الفحوصات، ضغط كبير على المركز، هل من دعوة الفحوصات أيضا المناعية، وحتى إنه العلاج حتى إذا لم يتوفر في مركزنا والمرض يستحقه نضطر إنه نشتري المريض من أماكن أخرى يعني خارج المركز. نعم، هل من دعوة توجهونها لدعم هذا المركز وإعادة الأمل إلى مريض السرطان في تعز؟ والله طالما إنه الحالات مستمرة لدينا وتسجيل حالات جديدة يوميا والتردد كبير، ونحن الآن أكثر من 8000 حالة مسجلة لدينا، هذه أعباء مادية كبيرة على المؤسسة، وطالما قد بدينا في عمل خيري جيد لابد أن ندعمه، ونحن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى لرجال الخير والأيادي البيضاء في هذا المجال، لأنه لب العمل، لب الجزاء في هذا المجال، لأنه المريض عندما يأتي إلينا أولا يكون هو مريض وأسرته مريضة نفسيا، حالة خاصة لمريضة حالة خاصة أيضا، أمور نفسية وأمور مادية. الدكتور علي هزبر المدير الفني لمركز الأمل لعلاج الأورام بتعز، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، جزاكم الله خير على وصولكم. مرحبا.
مرحبا بكم من جديد. تمتاز البيئة بأرياف تعز بغطاء نباتي متنوع وكثيف، ويعتمد كثير من سكان الأرياف في عدد من المناطق على هذه الأشجار، وذلك من خلال تسخيرها للمنافع الخاصة أو استغلالها في بيع الأخشاب وأعواد الحطب بعد تقطيعها إلى أجزاء. نتابع. وتستمر الرحلة، مذ بدأنا المشوار من تعز المدينة وقررنا الانطلاق صوب أريافها الجنوبية، ولما يزيد عن ساعة سفر من على طريق فرعي أخذنا مسارا إلى يمين المسافر على خط تعز التربة، وما هي إلا دقائق حتى كنا في وادي البركاني، حيث الأرض التي يكثر فيها زراعة المانجو وتغطيها النباتات والعشب الكثيف، ومنها أشجار معمرة لم تعد تثمر. عندها كنا مع أول نشاط ريفي يمارسه بعض سكان مناطق الحجرية، وجدنا ريفيون يمارسون عملية قطع جذور وفروع وسوق الأشجار بغية الاستفادة منها وبيعها أيضاً. يستخدم المزارع وابن الريف المنشار الكهربائي في عملية القطع، ويعد هذا تطوراً لافتاً بعد أن كان يعتمد على الآلة التقليدية في القطع، وهو ما يمكنه من قطع أكبر كمية من الأشجار بما في ذلك الجذوع الكبيرة واليابسة. أمسك المنشار هذا أقطع الشجرة وأرجع قصقص، بعد القصقص في اثنين معي مساعدين يفرس، واحد يروس يخرجوا من قول. وفي حين التأمل في هذه المساحة الكبيرة من الأرض وهذا الغناء النباتي الذي فيها في وقت تكون فيه عملية التقطيع لجذور الشجر مستمرة، يخطر على البال سؤال عن الهدف من عملية قطع الشجر في هذا الوادي الشهير، وهل يأتي هذا العمل في السياق الطبيعي والمشروع؟ في أشجار مانجا قد عمرها تكون كثير يعني أفتهم، لك ما تعملش عد بالنسبة للثمرة هذه للمانجا، ما تعملش عد ثمرة، هذه الرعوية يقوم بتقطيع يعني. على الطريق يلمح الزائر أعواداً من الحطب والخشب، وقد تم تجميعها في أكوام بطريقة معينة يطلق عليها السكان في هذه المناطق الحمل، والذي من خلاله يتم تقدير كمية الأعواد والخشب التي تجمع في رزنامة واحدة. السيارة العلب السيارة الشاص وهذا حملية ما زيد على 30,000 40,000 أفتهم لك، بالنسبة للمنقى سعره ب 10,000 ريال ب 15,000 ريال للحطب المنقى تمام، بالنسبة للعساق هذا الضباء الحراز القراض تمام هذا سعره ب 20 ب 25. يقول العاملون في هذا المجال إنهم يجلبون الأخشاب من مناطق مديريات المعافر والمواسط والشمايتين. مديريات الحجرية يعني زي وادي الصافية، وادي الفقيحة، وادي بني حماد، وادي الأخمور، وادي الشرق، الشراك، بالشكل هذا البركاني. يراعى في عملية التقطيع المنفعة التي ستسخر هذه الأعواد لأجلها، فبعضها يتم تقطيعها بطريقة طولية لاستخدامها كأخشاب لأسطح المنازل، ويتميز هذا النوع بالقوة والمتانة، وأغلبه يكون من شجر السدر المتواجد بكثافة في تعز، كما أن سعره يكون أرخص مقارنة بقيمة الخشب المستورد. أما أعواد شجر السقم فيتم تقطيعه ونحته لعمل خلايا للنحل، ويتميز برطوبته، وهناك بعض جذوع وسيقان الشجر فيتم الاستفادة منها في عمل أبواب المساكن أو جزف
تلك التي يستعملها أصحاب بيع اللحوم لتقطيع الذبيحة إلى أوصال. أما الصنف الآخر من هذه الأعواد فيتم تقطيعها على شكل قطع صغيرة، وذلك بغرض استخدامها للوقود في تشغيل المواقد والأفران في المخابز والمنازل. في أصحاب منازل يستخدموا له، وفي برضو أصحاب الأفرام، في برضو أصحاب الحلات حق الحلاوة هذه. تبدو الأخشاب وأعواد الحطب في البداية أنها من شجرة واحدة، غير أنه عند الأخذ والرد مع العاملين على تجميع وتقطيع الشجر يتبين أنها أنواع مختلفة من جذور وسيقان وفروع الأشجار، وأن هناك تمايز في النوعية من شجرة إلى أخرى من حيث المتانة وما يناسب في الاستخدام. أنواع الشجر فيه نوع رطب نوع قوي، يعني زي ما العلب هذا قوي، زي ما الحمار قوي، تمام، زي ما الضباء قوي، عساق حراز هذا قد قوي، أما زي ما هذه الأنبا يعني رطب تجي. يذهب العاملون في مجال جمع الأخشاب وأعواد الحطب إلى أن الحطب لعب دورا مهما في مساعدة الأسر على تشغيل مطابخها في ظل تكرار أزمة المشتقات النفطية مع الحرب في البلاد، مشيرين إلى أنه رغم زيادة استخدام الحطب إلا أن أسعار بيعه ظلت دون زيادة. أقوى برضو يشتروا ناس لما اقتطع الغاز عليهم، يعني أقوى يشتروا، أيوة في أتحرك العمل معانا شوية، بس بالنسبة للسعر هو ذاك هو السعر. يلعب الغطاء النباتي الكثيف المتنوع في أرياف تعز وعلى أرضها الخصبة دورا مهما في مد سكان هذه المناطق بمتطلباتهم من الأخشاب وأعواد الحطب، والتي تيسر عليهم احتياجاتهم المعيشية وتوفر للبعض منهم مصدر دخل مستقر إلى حد ما. قليلون هم الذين يهتمون بالعمل في إيجاد المسطحات الخضراء باعتبارها متنفسات ضرورية لسكان المدن المزدحمة ومنظرا حضاريا. في الفقرة التالية سنتعرف على قصة بائع الورد محمد حميد الذي رحل قبل أشهر وقد نجح في تحويل مكب للنفايات إلى مشتل صغير لبيع الورود في مدينة تعز. على السور المحيط بمشتله الصغير الواقع بحي الثورة بمدينة تعز تم تعليق صورته بعد 6 أشهر على رحيله من الدنيا، وذلك تقديراً لدوره وإسهامه في إيجاد مساحة خضراء. المساحة التي لا تزال شاهدة على ما أحدثه الراحل محمد حميد بعد أن حول هذا المكان من مكب للقمامة والنفايات إلى مربع متواضع يعج بالورود والأزهار ونباتات الزينة. طبعاً جاء فكرة هذا المشتل أولاً كان مكب للنفاية والقمامة، كان من مشي من هنا يعني شاف الكدافة والقمامة هنا مقدولة وكذا، فكر المرحوم محمد حميد الله يرحمه بزراعة الأشجار، فبدأت أول حاجة فكرته بأنه يزرع شجر يعني، وبعدين تطور إلى أنه رجعه مشتل. تقول أم ريتاج التي تولت مع صغارها رعاية هذه النباتات العطرية والوردية إن الفقيد وهو شقيق زوجها كسب محبة الناس الذين يقبلون على المشتل، حيث احتفظ بمكانة في نفوسهم حتى بعد رحيله عن الدنيا، وفي نظرها هذا أهم من الكسب المادي بفعل بيع الورود. في ناس كثير يقول هنا يشوفوا هذا كلهم اللي يمشي من هنا يترحم له ويقول الله يرحمه هذا محمد حميد، يعني رجع لنا احنا هذا المكان، يعني مكان جميل. تباشر المرأة العمل صباح مساء، تتفقد النباتات وتقوم وصغارها بسقيها بالماء كأقل واجب، ومن باب المسؤولية التي تحملتها بعد العم محمد حميد.
تؤكد أم ريتاج أيضا أن الزوار لا يزالون يترددون على هذا المشتل، بعضهم بغرض الشراء وبعضهم لالتقاط الصور، وحيث يحب الناس رائحة العطر وألوان الزهور والورود على اختلاف أشكالها وألوانها. في إقبال، الناس يجوا يشتروا يشوفوا، في منهم يجوا كمان تصوروا، في منهم يجوا يجيبوا عيالهم يجوا تصوروا هنا جنب الشجرة هذين. ولأن وجود هذا المشتل الصغير في حي سكني وبالقرب من الحد الفاصل حيث تدور أعنف المواجهات، فإن الكثير يعتبره بمثابة متنفس يرى فيه سكان تعز جمال وحياة مدينتهم التي تعاني ويلات الحرب والحصار منذ سنوات. وبعطر وروائح هذه الورود الفواحة نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل بمواضيع جديدة ومتجددة. دمتم في أمان الله. مدينتي